جرون فرنسي رأس مال جبان. فما اثنين جثث معناها هما في حالة وفاة. لا هذيك خليها الليبيا بلاش. إلى تكرم شهدائها وتعملهم دار للشهيد يلتقي فيها الشهداء في كل مناسبة على الأقل. هذه أقوى حكومة في التاريخ السياسي. من أنتم؟ لا ريفي دو بريس باي كات اف ام من الاثنين للجمعة 9 متاع الصباح في كاتوريكو. صباح الخير مرة أخرى اللي يسمع في كاب اف ام الكل. اليوم 24 فيفري 2013، وجرائد التونسية صدر اليوم حكيت الكل على استقالة حمادي جبالي بعد فشل المبادرة متاعه. نبدأ بجريد التونسية في نلقاو حمادي جبالي استقال وقال فشل المبادرة لا يعني فشل الثورة. كلام صحيح ونتصور الناس الكل موافق عليه. الثورة ما فشلتش كيف ما تعدلتش المبادرة، الثورة فشلت من قبل. الثورة فشلت وقت اللي السياسيين متاعنا ما يشدوش في كلمتهم ويملاو وعود في الحملة الانتخابية وما يعملوش حتى العشر متاعها. الثورة فشلت بعد اللي مصداقية ناس صح ولا عام باش يكتبوا فيه دستور تو عندهم قريب عام ونص يتعاركوا على هاد هداري فارغة. الثورة فشلت وقت الانتخابات التأسيسية والانتخابات التشريعية. الثورة فشلت وقت اللي الناس يختلوهم على جال أفكارهم. الثورة فشلت وقت اللي التوانسة تقسموا مسلمين وكفار. الثورة فشلت وقت اللي الواحد يشوف مستوى بعض النواب والوزراء والمسؤولين. الثورة فشلت وقت اللي الناس قالت تخدم في البلاد وتخلص بالملايين. والثورة فشلت وقت اللي النضال يولي بالفلوس. ما تخاف سي حمادي، فشل المبادرة متاعك ما عنده حتى علاقة فشل الثورة. أما المبادرة متاعك ما كانش باش تكون فما كان الثورة ما فشلتش. كما نقرأ في لابريس نوتاسيون ستاندر امبورس سانفليج اون نوفيل بيس. الترقيم ستاندر امبورس تخفض الترقيم مرة أخرى لتونس بعد ما طحنا البيبي وقامت الدنيا ما قعدتش. اليوم نلقاو التصنيف السيادي متاعنا بيبي موان على المدى الطويل. يا سيدي، وهذا كل بسبب الوضع السياسي المتأزم. دونك سي حمادي على أنه فشل متاع ثورة تحكي عليه به، والمستقبل تاوش عملنا فيه بعد استقالة حمادي جبالي. المغرب تقول بعد فشل مبادرة حكومة التكنوكرات حركة النهضة تقترح رئيس حكومة جديد إما جبالي أو أحد هؤلاء أو مفاجأة المفاجآت. شنو؟ كابتن حمادي عاد إليكم من جديد. كيفاش هذا؟ سيد صاحبي عطيق يقول في المغرب زادة كيف كيف، إذا قبل الأخ حمادي جبالي الانخراط في سياسات حركة النهضة سنعيد ترشيحه. عندي سؤال سي صاحبي، بلي شنية هي سياسات النهضة؟ ماذا بينا شكون يوضح لنا هكا شوي؟ خليني ساكت وكهو سينو شكون ينجم يعاود سي حمادي؟ المغرب تقول اما يكون سي محمد بن سالم او علي العريض ولا سي عبد اللطيف المكي، ولا قالك ما تحبش تعرف؟ تنجم تكون فما مفاجأة كبيرة ما يتوقعها حتى حد حصيله مع النهضة، مش حتقدر تغمض عينيك. في الوطن اليوم امال عزوز ديبوتي دو موفمون النهضة اي ممبر دو مجلس الشورى. Tout le monde est responsable de cette crise. Tous les partis doivent se remettre en question, y compris النهضة. امال عزوز نائب عن حركة النهضة وعضو مجلس الشورى. الجميع مسؤول على هذه الأزمة والأحزاب الكل يلزم تراجع روحها حتى النهضة. شنو معناه؟ كان الحكاية فيها شرعية تولي النهضة وكهو، وكي تولي فيها أزمة تولي الناس الكل. هي الناس الكل داخلة في الربح خارجة من الخسارة كي تجي تشوف. من ناحية أخرى الأحزاب الكل يلزمها تراجع روحها ويخرجوا من الهواية السياسية ويستنسوا فكرة تحمل المسؤولية. احنا في تونس حتى اللي في الحكم مازال حسب روحه في المعارضة. تونس تقول سنتر دو فورماسيون تاع كورة ما يخرج كان جول ولا كوشة ما تصنع كان القرامة. فونديان فرنسي رأس مالي جبان. فما اثنين جثث معناها هما في حالة وفاة. لا هذيك خليها الليبيا بلاش. إلى تكرم شهدائها وتعملهم دار للشهيد يلتقي فيها الشهداء في كل مناسبة على الأقل. هذه أقوى حكومة في التاريخ السياسي. من أنتم؟ لا ريفي دو بريس باي كات اف ام من الاثنين للجمعة 9 متاع الصباح في كاتوريكو.